بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس أسلوب الشرط. بيتكون من إيه أسلوب الشرط؟ أسلوب الشرط بيتكون من 3 حاجات: أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. لو عملناها في مخطط شجري هنذكر تاني ونقول إن أسلوب الشرط بيتكون من 3 أجزاء: أداة وفعل الشرط وجواب الشرط. خد بالك إن جملة الشرط لازم تكون سبب لحدوث جملة جواب الشرط، يعني فعل الشرط يحصل ويكون سبب لحصول أو حدوث جواب الشرط. طب إيه هي أدوات الشرط الجازمة؟ أدوات الشرط الجازمة: إن، من، ما، مهما، متى، أين، كيف. دي أدوات الشرط الجازمة. تعالوا نتعرف على معاني الأدوات دي. أين ده اسم شرط للمكان، من اسم شرط للعاقل، إن ده حرف شرط للربط، ما اسم شرط لغير العاقل، متى اسم شرط للزمان، مهما اسم شرط لغير العاقل، كيف اسم شرط للحال. طيب الأدوات دي بتعمل إيه في الجملة؟ الأدوات دي بتجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط، ولازم يكون كل فعل منهم فعل مضارع. الأدوات دي بتجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط، ولازم الفعلين دول يكونوا أفعال مضارعة. تعالوا نشوف الأمثلة. أين تنظر حولك تجد أثر العلم. في الجملة دي فعل الشرط تنظر وجواب الشرط تجد. طيب من يرتقي بأخلاقه يسمو. فعل الشرط يرتقي، فعل جواب الشرط يسمو. إن تتعلم العلم ترتقوا. هنا فعل الشرط تتعلموا وفعل جواب الشرط ترتقوا. لو خدنا بالنا فعل الشرط تنظر وفعل جواب الشرط تجد، هنلاقي إن الفعلين دول أفعال مضارعة، وهنا أفعال مضارعة مجزومة وعلامة جزمها السكون، وده لأنها أفعال تنظر فعل صحيح، وتجد فعل معتل الأول يعني معتل مثال. في الجملة الثانية يرتقي ويسمو، الاثنين أفعال مضارعة لكنها أفعال معتلة الآخر، فبتكون علامة الجزم بتاعتهم حذف العلة لأنها أفعال معتلة الآخر. أما في المثال الثالث تتعلموا وترتقوا، دي أفعال من الأفعال الخمسة، علامة الجزم بتاعتها بتكون حذف النون. شوف مجموعة تانية من الأمثلة. ما تبذل من جهد ينفعك. هنا في الجملة دي فعل الشرط تبذل وفعل جواب الشرط ينفعك. متى تجتهد تبلغ هدفكم؟ فعل الشرط تجتهد وفعل جواب الشرط تبلغ. مهما تفعل من خير يوفى إليه. فعل الشرط تفعل وجواب الشرط يوفى. لو بصينا للجملة الأولى هنلاقي إن تبذل وينفعك دول فعلين صحيحين، فعلامة الجزم هي السكون. في الجملة الثانية تجتهد وتبلغ، دي أفعال خمسة مجزومة وعلامة جزمها حذف النون. في المثال الثالث تفعل ده فعل صحيح فعلامة جزمه السكون، ويوفى ده فعل معتل وعلامة جزمه حذف حرف العلة. فلو جينا وقلنا إيه هي علامات جزم الفعل المضارع، هنلاقي إن السكون دي بتكون علامة جزم للفعل الصحيح الآخر، أما حذف حرف العلة دي بتكون علامة جزم للفعل معتل الآخر، وحذف النون دي علامة جزم الأفعال الخمسة. الفعل المضارع الصحيح علامة جزمه السكون، زي من يذاكر ينجح. يذاكر وينجح أصلهم في الماضي الثلاثي ذكر ونجح، الاثنين أفعال صحيحة فتكون علامة جزمهم السكون. أما بالنسبة للفعل المضارع معتل الآخر
ده علامة جزمه حذف حرف العلة، زي ما أقول من يعلو فوق الصغائر يسمو بأخلاقه. طبعا يعلو ده فعل مضارع أصله في الماضي علوة، فده معتل الآخر، ويسمو أصله في الماضي سموة، وده معتل الآخر. فعشان كده لما جم مجزومين كانت علامة جزمهم حذف حرف العلة. أما بالنسبة للأفعال الخمسة زي ما قلنا علامة جزمها حذف النون، زي متى تعملوا الخير تجدوا الخير. طبعا كان أصل الفعل تعملون، وكان أصل جواب الشرط تجدون، لكن لأن هم جم أفعال مضارعة مجزومة وهم أفعال خمسة فكانت علامة جزمهم حذف النون. طب الفعل المضارع معتل الوسط اللي احنا بنقول عليه الأجوف بنعمل فيه ايه لما بيجي مجزوم؟ بنحذف حرف العلة اللي هو الحرف اللي في النص، وبتكون علامة جزمه السكون، زي من يقل الصدق ينال احترام الناس. يقل أصلها في الماضي قال، وينال أصلها نال. بحذف حرف العلة اللي في النص، في قال بحذف الألف وفي نال بحذف الألف، وبيجي الفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله خالصا لوجهه، أستاذ هيثم المصري.